اللي عاوز يستثمر يا جماعة هيستثمر هنا ليه؟ يقول لك والله ده عنده بنية تحتية في السياحة، وانا بتكلم كده اوريك بعض المرافق السياحية العظيمة ان الناس بتروحها بدون حاجة في الشمال وفي الجنوب وفي كل مكان. يقول لك لا ده عنده سياحة. في الصحة بيعمل اكبر مستشفى في المنطقة، في المطارات بيعمل اكبر مطار في العالم. يقول لك يا اخي بس المطار دوت هيتعمل ويتسلم للدولة بعد 20 سنة. اه بس هيتسلم لك، هتسلم للدولة، مش هتشفطوا العسكر. مش هتاخد عاصمة إدارية بتعريفة أراضي وتبيع المتر ب30,000 جنيه. خلي بالك من الكلام اللي بقوله لك ده. بعدين إنه كأن الانتخابات دي أفرزت إنه الجميع متفق على إنه في دور جديد لتركيا. عارفة أوروبا وعارف العالم العربي إن أردوغان له دور ويطمح في دور، ولتركيا دور يجب أن تمارس، سواء في قضية سوريا، سواء في حصار قطر، سواء في القضية المصرية، سواء في ليبيا، سواء حول العالم. يعرف الجميع أن هناك دور. هنا بقى الدور ده بيبدأ يتبلور، لأن أنا جايب رئيس منتخب وحزب إيه منتخب. إنه آخر حاجة إنه إذا كان الاقتصاد التركي السنة اللي فاتت حقق له 7.4، فالمتوقع أنه يزيد يوصل 8 وشوية. معناه إيه؟ معناه حضرتك ان المواطن اللي خرج صوت ده صوت ويعلم ان هذه الحكومة وهذا الرئيس لديه خطة حقيقية لزيادة مستوى دخل الدولة وبالتالي دخل الافراد، وبالتالي هو هيستفيد من هذا الامر. ولما مستوى دخل الفرد ويحصل فائض في الميزانية وارتفع مستوى دخل الفرد، الاقتصاد ينتعش اكتر، لان معدلات الانفاق فيما يعرف بالكونسيومريزم او الاستهلاك بيزيد. معاك فلوس كتير هتصرف كتير. لو انت بتصرف كتير في داخل البلد الله اكبر بتنمي الاقتصاد، مش محتاج للي بره، صح ولا لا؟ لانك انت بتنتج وزياده، فما لك انت بتنتج وزياده وبيجي لك من بره في اكبر مطار في العالم، كم الف رحله هتبقى في اليوم؟ ده اقتصاد. ده باختصار الحرب القادمة. الحرب هي حرب على الاقتصاد سواء من أوروبا، وشوية حرب على الإسلام سواء من بعض المتعصبين حتى من عالمنا العربي. تركيا وأنا بكلمك عن نسبة المشاركة بتتفوق على العديد من الدول في نسبة المشاركة. تروح لفرنسا العريقة القديمة في الديمقراطية، أنت عارف في انتخابات فرنسا اللي فاتت كانت نسبة التصويت 74%، ماكرون حصل على 66%. أظن ماكرون فاز من الجولة الثانية ولا الأولى، كان من الثانية أظن. في ألمانيا 75%، في روسيا 67%، في أمريكا 55%، في تركيا 88%. يعني إيه؟ يعني الشعب التركي بلغ هنا في النسب اللي قدامك دي أكتر واحد فاز هو مين؟ هو بوتين، خد 76%. تعرفين في بوتين ربنا بيوفقه يعني. واقل واحد هنا في اللي فازوا دول مين؟ ترامب كان حاصل على 50 وشرطة، وبعد منه اردوغان. ده معناه ايه بقى؟ معناه تمسك الشعب بالديمقراطيه وبالخيار الديمقراطي، معناه ان تركيا تقدم نموذج للشراكه، يعني معناها ان اي حد هيلعب مع الشعب التركي هيقص ودانه. انا رايي كده، هيقص ودانه زي ما جبتك في صندوق امشيك خلص. انت ما انتش واخد الشعب رهينة. الفرق بين الحاكم المستبد انه بيعتبر ده شعبي ودي بلدي ودول ولادي ودول جنودي. يا عم ما فيش حاجة بتاعتك، انت خدام عند الناس. وبالتالي ده مفهوم كويس. احنا محتاجين في العالم العربي وفي مصر تحديدا ان احنا نقف قدام التجربة دي ونشوف ازاي اردوغان مش ساخط على الشعب، صح ولا لا؟ مفروض يزعل منه ويقول له ده انا عملت لك وسويت لك يا راجل، فاكر يا شعب لما كنتش لاقي تاكل، فاكر يا شعب لما مش عارف كنت بتعمل ايه، انا رفعت لك مستوى الدخل ومعدل التنميه ووظائف والبطاله، انا اللي خليت هنا في البلد ديت الناس الحد الادنى للدخل اكتر من 600 دولار. انا مش كان المفروض يقول كده، صح ولا لا؟ ما قالهمش كده. ليه؟ انه حاكم جاء بإرادة شعب عنده ثقافة ووعي وإرادة، ولما أراد طرف عسكري إنه يخش في المعادلة على أردوغان اللي كان ناجح في الاستفتاء برضه حاجة 50%، قالوا لا يا معلم متشكرين،
لم يستدعي مثقف واحد او سياسي معارض واحد في تركيا العسكر. الكواليتي بتاعت الناس وفهمها متغيره. طبعا مش هقول لك بقى انه مفيش طبل وزبر والكلام اللي انت عارفه ده. ما الذي يحدث في المنطقه بعد فوز اردوغان والحزب الحاكم؟ لا انا حابب ان انا اناقش معاك هذه الحكايه. شوف، الذين رهنوا على الانقلاب على اردوغان او افشال اردوغان فشلوا، وبالتالي اللي انا متوقعه يعني، وان شاء الله توقعاتي تصدق، ربنا بيكرمنا احيانا تبقى المعطيات واضحه فبنقول توقعات بتكون يعني قريبه للحقيقه. انا في رايي انه الحلف القائم في شرق الاقليم، حلف البحرين على مصر على السعوديه على الامارات، سيسقط. قول ان شاء الله.